البرد البرد البرد، انا بكره البرد. على كل حال في ناس طبعا بتحب هذا الجو وبتشوف ان هو جو رائع، لكن في البرد في ناس بتتألم جدا، انا منهم ما بحبش البرد. لكن في البرد دايما بيجي لنا سؤال هناكل ايه النهارده، ودايما اول ما البرد يقول انا موجود احنا بنقول يلا بينا على شوربة العدس. يعني اذا حضر الشتاء حضر العدس. العدس اكله مفضله بالنسبه لك؟ العدس وشوربه العدس من الاكلات المفضله للمصريين كلهم، زي ما سهير كده بتقول الشتاء ضربنا على وشنا بالقلم، يعني زي ما اقول صحصحنا مره واحده ظهر، فابتدت كتير كتير من البيوت نبتدي نشم ريحه شوربه العدس الرائعه، العاده المصريه الفرعونيه الاصيله. عايزه اقول لكم على حاجه، ناس كتير جدا كانوا فاكرين ان شوربه العدس من الحاجات السوريه، يعني ليه؟ لان العدس موطنه سوريا، لكن في حقيقه الامر المؤرخين والناس اللي بيؤرخوا في التاريخ اكتشفوا ان حقيقي سوريا بتزرع العدس، ولكن شوربه العدس والعدس اصلا اوريجينالي من ايام الفراعنه، وبدليل انهم لقوه مرسوم على الجدران في احدى القرى اللي كانت مشهوره جدا بزراعه العدس. فاذا العدس مصري 100%، واحنا نعشق شوربه العدس. احنا بنحب ناكل العدس بكل اشكاله، يعني احنا شعب العدس بالنسبه لنا ناكله زي الرز عدس كده وماشي مع بيض، ده اسكندراني. ناكله شوربه عدس مع البهارات وطماطميه معاه ومضروبه فيه وحبه بصل مضروبين بيه فيه وفلفل اخضر، يا جماله. فاعتقد ان احنا اليومين الجايين دول محتاجين نستدعي شوربة العدس. العدس الليلة يوم عيده أغنية شهيرة عبرت عن مدى ارتباط المصريين بأكلة العدس ومكانته في كل بيت مصري. القدماء المصريين زرعوه من آلاف السنين وفضل مكمل معانا النهاردة ومكمل على طول، لأن هو في فوائد كتيرة، بيدي إحساس بالدفى، وزي ما مفيدة قالت كل المؤرخين منهم الدكتور مصطفى الوزيري اكتشف من سنتين في مكان أثري جديد في الأقصر لوحة من اللوحات اللي بتقول ان هنا يزرع العدس. وهيرودوت اللي بيعتبر ابو التاريخ اكد ان الفراعنه عرفوا العدس منذ عصر بنات الاهرامات لما كانوا بيزرعوه ويقدموه لعمال البناء. انا بفكر جديا اني اخترع، او مش اخترع، هي موجوده طبعا ناس كتير بيحبوا يعملوها، بس انا مع شوربه العدس في الاختراع الجديد بتاع فته العدس. فته العدس دي موجوده من زمان، اللي هي الرز والعيش، العيش المحمص وحبه رز، لا وحبه رز، وبعدين يتحط بقى العدس، تغرق عدس كده وتاكليها، بس كلها لازم تتغرف في وقت واحد. يعني الفته العدس اللي انا بكلم عليها دي لازم تتحط وقت ما احنا هنطلع ناكل، وجنبهم شوربه العدس بقى مع بعض. الله، حلوه، عمار يا مصر برضه. على كل حال فتة العدس برضو من الحاجات الموجودة والحاجات الحلوة والحاجات الصحية، فيها بروتين نباتي، فحاجة حلوة. العدس في حد ذاته شيء حلو، هو ممكن يهون علينا البرد وافعاله، بس وجبه كلها بروتين طبعا. العدس مليء بالبروتين، فاحنا مش محتاجين ساعتها اللحمه والفراخ، وناكل عدس بس. ودي كتير من بيوت احنا منهم، كلنا بنعمل الحركه دي. وعلى فكره احنا كل ما بنكبر في السن فكره ان احنا ناكل لحمه وفراخ، انا ببتدي احس في ناس انا قصدي بنكبر وناس في السن بتقل. لا فهي بتكبر، انا من الناس اللي يعني السن على النازل، هي على الطالع. انا غلطان، انا اسات التعبير. احنا في هنا بتعملي جمع، خليها. انا لما بكبر في السن الفتره اللي فاتت دي ابتديت احس ان انا لا نفسي اكل لا لحمه ولا فراخ. هل دي ظاهره بتحصل ليا؟
ليا في لا لا هي كده زي في السن، هي ولا هل ملهاش هو ايه؟ علاقة، عايزين هي نسأل النهارده قصة الكونسولتو ده. صحية. يعني أنا قليل جدا لما باكل لحمة، فده طبيعي، تقريبا دي لحمة، قصة انا ما بقتش صحية. باكل لحمة لكن الأسماك هي ولا حتى البديل. اسمك، لا تخيلي. أنا، أنت بتحبيش الأسماك، ده طبيعي، بس أنا باكل الأسماك، ده الأساسي. اللحمة قليل جدا. انا بس ايه اللي انا بستغربه له؟ الفراخ، انا كنت باكل ممكن فراخ بانيه، فراخ محمرة، لا حتى طب كويس، انت ما باكلش. بدأت تعملي حاجة صحية، ما هو سواء ده ما او هو ده ايوه مش انا، صحي. ما هو ده الاوتيك، الانتاج ايه بقى بالنسبة لي؟ ولا حاجة، اي سندوتش طعمية زي النهاردة ما كده. الطعمية دي حاجة مقلية مش صحية يعني. لا يعني انا بقولك، ما انا لما مش هناكل كده، ايه البديل الصحي اللي ينفع يخلينا ما نخسرش عضلات؟ لان سواء اللي انا اتعلمته في الدنيا ان البروتين من اهم الحاجات، فشوربة العدس، نرجع تاني ما رجعنا اللي انا كنت عايزه اقوله، ان اهتموا بشوربة العدس حتى لو مش بتحبوا اللحمه والفراخ، هي كفايه جدا 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 انها تعوض لكم البروتين اللي انتم محتاجينه.